حكيت يعني، حكيت لهم انا بدي اشتري، جمعتنا كان بدي اشتري هدول الماتس، هدول القطع، بعدين راح اسوي تيمي عادي. فكارة كتبت لي سوي تيمي، قلت لهم هاي الريجستر. انت بتشتري الصندوق، بعدين انت بتختار الصندوق. عشرة من كل صندوق. لا، 10 من كل صندوق، بس عندك 10 صناديق محددة. قطعة جديدة. الصندوق يطلع. صندوق من 1 ل10، يعني صندوق يعطيك 10 او يعطيك، وانت تحدد النوع. انا عبالي 10 بالكامل، هتطلع لي شي 50 قطعة او هيك شي. بس انا بنزله والاربع نجوم. الله، هلا انا ما طلع لي مستاس مشان نبيع، ما بعرف، انا لسه بفكر من الارض. عنده بس ما في سنين. عندك باور، عندك كارمن يمكن احسن شيء من ناقص واحد في تشانس عالي. جيم والعالي شو يطلع لك فيه؟ العالي شو يطلع لك فيه؟ الفرن العالي ما جربت عليها؟ هنا
المصير عن قرار الحظ. التطوير مو بس 150 على 600 يعني وصلت نقاط كثيرة. سنو بدو انفكتي راح اجرب على هاي المايكرو كم انت كم عندك النورمال هاي تايب عندك تايب العادي يعني شوف كم واحد بتقول انه في عالم هلا حصل البايوت بس ما عندهم تايب عندك هو اللي هي على الواحد يعطي 10 نقاط لاوي هذا هلا ماشي اخبارك انت شو شغل صعب حتى لما حتى بالفيس بدك لا هلا عميلك تصير مثل هون لازم تشتري بالجولد تشتري من التريد سيكون تكسر بس بدها يعني بدها اقل يعني 40 مليون هاي الصناعة عم
عملهم 19 حكالي صار في 40 مليون خلق الأكزولري مو منها يعني مو كلها فالأكزولري بدي نفس بدي نفس الذهب على منطقة وصلوا 19